نشرة. اتفق رئيسا الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم على إجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين تجري بينهما في القدس، تدخل في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا المزمع إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل بعد استحصال موافقة الجهاز الفني للمنتخبين. وبعد الاتفاق أعلن مدربا المنتخبين العراقي والفلسطيني موافقتهما على إجراء المباراة في القدس بتاريخ 4 من آب المقبل.